السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم سارة اللي هي القناة ديالكم حتى نتوما. اليوم جيتكم فيديو جديد وحبيت نشارك معكم الأجواء تاع العيد. أنا اليوم أنا رايحة ندير لحم مفور، خيرت الكوتلات دو على بركة الله. نقول لكم التوابل اللي أنا رايحة ندير له. هنا عندي توابل مشكلة، فيهم جوز طيب وفيهم قزبرة مجففة وفيهم بصل مجفف ومطحون كذلك. هنا عندي 5 فصوص من الثوم، هنا عندي ملعقة بودرة الكاري، هنا عندي ملعقة فلفل أسود، هنا عندي القليل من الزنجبيل أخضر نقطعته هكا طراف، هنا بالطبع الملح، هنا عندي فلفل أحمر اللي هي التحميرة، وهنا عندي زعتر مجفف مع النعناع وإلى ما غير ذلك. هذه نستعملها كمنسمات فقط. نبدأ على بركة الله. حاجة الأولى هي نقطع اللحم ديالنا. بسم الله نقطع اللحم. نبدأ بسم الله. هنا عندنا مقدار على 1 كيلو من اللحم. فتحوها مع كاي باش يدخلو كامل التوابل داخل. هاهم فتحو بهذا الشكل. نديرو هكا فتح، نديروهم كامل الجوانب. طريقة يعني سهلة، نفس الوقت يجي بنين ويجي صحي خالي من الزيوت. حبيت نبدل شوية حسن ما ندير مرقة، قلت نديرها كان فوق. حبيت نشاركو معاكم، ان شاء الله يعجبكم. بسم الله نبداو على بركة الله. نديرو في التوابل، نواصل فصوص التوابل ديالكم. نديرهم بهذي، نديرهم بسكير فاج ولا باش متوفر عندك في الدار. يعني ثم يعطي بالنهاية للحم. نديرو التوابل المشكلة ديالنا، نديرو بودرة الكاري، نضيفو لها الفلفل الأسود، نضيفو داك الزنجبيل ديالنا. يعني شحال عندك ديري، ولا ما عندكش معليش ما ديريش، أنا برك حبيت نسم وخلاص. نضيفو القزبرة المجففة مع النعناع. هذا الشكل، فلفل تحميرة، فلفل أحمر مطحون، القليل فقط. قليل من الملح، مقدار نصف ملعقة. دو على بركة الله نخلطو. أنا هنا اللحم تاعي فيه شوية شحمة،
ذلك ما درتش الزيت، ما درتش، ما ندلوش كامل الزيت، هذيك الشحمه تطلق لداخل وتعطيلو البنه، وتعطيلو ديك الرطوبه نحمسو عليها في اللحم، نخلطو باليدين. حاولوا تدخلوا مليح التوابل، السر كامل في هذه الوصفه كي يكونوا التوابل داخلين مليح في اللحم ديالنا، لازم نحاولوا ندخلوهم بهذا الشكل. ديما نحاولوا نجيبوهم من التحت، هنايا نغطيوه بعد ما خلطته مزيان، نغطيه نخليه غير واحد 30 دقيقة. اللي عندها الوقت ديرو تغطيه بكاس بلاستيكي وتخليه ساعة، تخليه حتى 6 سوايع. يعني أنا اليوم ما عنديش الوقت، نخليها غير نصف ساعة فقط. هنايا بعد ما خلينا اللحم تاعنا نصف ساعة، أنا نجوز نديرو في الكسكس باش يتفور بعد ما غلى الماء. بسم الله. هنا عندي 3 حبات بصل متوسطين الحجم، خاصني نقطعهم كبار من الفوق. هذا الشكل باش كيطيب اللحم يقعدنا، يعني البصل شاد روحو شويه ما يكونش ضايب بزاف. بهذا الشكل خصو نوزعو في كامل الكسكاس هكذا. بهذا الشكل هنا اختياري فقط، حبيت نزيد نسمو شويه، مشات على الزعتر، مشات على النعناع، حبيت وقتكم عليهم قبيله، مجففين، مشات على الملح من فوق، البصل، طبعا البصل ما درتلو والو، دوكا راني ندارلو في الملح. هاي جوج بابي الومنيوم حبيت نغطيه باش يطيب لي بسرعة ويجفف. هاد الشكل نحاولو نضبطو عليه بهاد الطريقة. نزيد نغطيه من الفوق، ان شاء الله نعاود نولي ليكم كي طيب. كي طيب ان شاء الله نقول لكم شحال دالي الوقت، على خاطر كل لحم وشحال تدي الوقت، كاين لي طريه كاين كل وحده وكيفاش. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا. انا اللحم ديالي خدا لي ساعه ونص باش طاب، زينتو بشويه خضره اللي هي البروكلي وبطاطا حلوه، ودرت له شويه تاع المنسمات. سيوا ان شاء الله يعجبكم، وما تنساونيش بالدعم الى عجبكم، تنساونيش بلي كومونتير، وان شاء الله العائله تاعنا تكبر. وشكرا على المشاهده، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.